حياكم الله لما كنتم مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي فيكم من قناة الرافدين. قال نائب رئيس حكومة كردستان العراق قباد طالباني إن رواتب الموظفين سيتم توزيعها في أسرع وقت ممكن بعد الاتفاق مع بغداد على صرف رواتب البشمركة والقوات الأمنية. ومن المقرر أن يصل وفد من ديوان الرقابة المالية في إربيل إلى بغداد لإنجاز عملية تدقيق قوائم موظفي كردستان العراق. يأتي هذا بعد أن أكدت حكومة كردستان العراق أن رواتب القوات الأمنية والموظفين كافة سيتم صرفها قبل حلول عيد الأضحى. بلغت مبيعات البنك المركزي الإجمالية من الدولار خلال الأسبوع الماضي الذي افتتح به المزاد أكثر من مليار دولار. وباع البنك المركزي خلال الأسبوع الماضي ولمدة 5 أيام فتح بها المزاد، باع 1,115,909,967 دولارا. وذهبت المبيعات على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية بحسب بيان البنك المركزي. حذر محافظ نينوى عبد القادر الدخيل من وجود مضاربات من قبل بعض التجار والمزارعين انعكست بشكل سلبي على عملية دخول الشاحنات المحملة بمحصول الحنطة إلى المنافذ التسويقية في نينوى. الدخيل أكد خلال متابعته عملية استلام المحصول في سايلو بازوايا أن إدخال المحاصيل من باقي المحافظات إلى نينوى أثر بشكل سلبي ومباشر على عملية تسويق الحنطة، معلنا اتخاذ مجموعة من الإجراءات ومنع حركة الآليات خارج الغلة الزراعية لكل منطقة. قال المدير العام لمكتب غرب آسيا لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية عبد الأمير إربيهاوي، قال إن هناك سبلا تمكن المصدرين الإيرانيين من تجاوز قانون حماية المنتج المحلي في العراق. وأضاف المسؤول الإيراني أن هذا القانون يطبق الرسوم الجمركية على السلع المستوردة حماية للمنتج المحلي العراقي، بيد أنه إذا توصل التاجر الإيراني إلى تفاهم مع جهة عراقية تحدد مشروعا استثماريا فيمكنه الحصول على ترخيص من العراق لاستيراد هذا المنتج بدون رسوم جمركية. ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو لأسعار الغذاء العالمية للشهر الثالث على التوالي بعد أن فاق ارتفاع أسعار الحبوب ومنتجات الألبان انخفاض أسعار السكر والزيوت النباتية. وبحسب المنظمة فإن مؤشرها للأسعار الذي يرصد التغييرات في أسعار السلع الغذائية الأساسية الأكثر تداولاً عالمياً سجل في المتوسط أكثر من 120 نقطة في شهر أيار الماضي بزيادة وصلت إلى نحو 1% عن مستوى شهر نيسان. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.